لنعمل الجوانح المطفية إحنا بحاجة لعشرة من جوانح الدجاج، ثلاث حبات من البندورة، ربع ضمة كزبرة مفرومة، ثلاث معالق كبيرة من الطحين، أربع حبات من الثوم وعصير ليمونة واحدة ونصف حبة فلفل حر ومعلقة كبيرة من صوص البندورة، معلقة كبيرة من دبس الرمان، 100 جرام من الفطر فطر بوستمان، وكمان ملح وفلفل أسود وربع كوب زيت قلي من زيت شعبان. هلا هذا بنعملها صوص الجوانح، بنعملهم صوص لحال وبعدين بنغطسهم فيه بعدين بنحطهم بالفرن. اوكي زي تتبيله يعني. زي تتبيله. فبالاول بناخذ نص الثوم بنحطه بالقلي والنص الثاني للتتبيله. في إشي على الوجه وفي إشي بننتبله فيه. أوكي. طبعا احنا بننتبله اقل إشي 4 ساعات لانه جوانح صغار ما بيحتاجوا وقت كثير، بس يفضل انهم يتبلوا 4 ساعات. ممتاز. وهلا بدنا نتبل الجوانح. الجوانح بنقدر نقسمهم، هذول طبعا نضاف ومغسولين، بنقدر نقسمهم من النص وبنقدر نخليهم يعني بدنا نعملهم كل واحدة قطعتين. انت ايش بتفضل؟ انا بحب هيك لانه هيك طريقه اكله زاكي يعني. صح. وبس اذا بدك تعملي للصغار كثير حلو انك تقسميها لانه بياكلوا منه، عرفتي؟ بس طبعا 100%. هي الجوانح حطيناهم، حاطين عليهم الثوم، بس معلش اشلح الكفوف. اوكي تمام. وهلا انا اي دجاج بيوترني. انت زيي، انا بلبس جلوفز وحالي غرفه عمليات. هلا بدي اخلط معه الثوم. مش لحالي طلعت، الكل بيضحك علي بيقولوا لي مش لهالدرجه. لا خلص، بس الواحد يعرف مضار المواد اللي بتطلع منه هون بصير كثير يهتلهم. ولا بنحط شويه زيت. حطينا تومه، حطينا تومي هون، حطينا التومي هناك، عم بستنى هيها عم تتقلى. حطيتي زيت، حطيتي سوري ليمون على التتبيله ولا بعد؟ لسه بنحط هون وبنحط هون، بس بعد اذنك اجي المعلقه. هلا عندنا فلفل حار اللي بحب طبعا، اذا الاولاد بيقدروش ياكلوا، بس طبعا بعطيه طعمه. حتى لو بدك تحطي نتفه صغيره بس تعطيه اللسعه الزاكيه لازم تحطيه. اوكي تمام. وبنفس هاي بنحط الفلفل هون. تمام. هاي قلينا الفلفل والثوم. هلا نضع البندوره، البندوره. هذا الصوص كثير كثير زاكي لانه هلا بفوت على الفرن وطعمه بصير كثير زاكي. هلا حطينا شو اسمه دبس الرمان. بدي احط بس نقطتين ثلاثه هون تعطيني لون. البواقي عرفتي؟ بطول معلقه انا بدل ما بعمل، تعطيني لون. فلنحن هون روان حطينا ثوم وفلفل حار وبندوره، طبعا قليناهم بالزيت، وهلا حطينا دبس الرمان. ممتاز. بدنا نحط معلقه رب البندوره هون، معلقه رب البندوره هون. حلو، انت عم تعملي عشان يطلع نفس الطعم، عشان يطلع نفس الطعم. هلا الليمون بالاخر. تمام. هلا خليها تقلي. هاي معلقه هون عليها، معديتها انا على الاخير عشان هلا تطبخ بالوقت القصير القليل اللي معنا. هلا بتتسبك هي كمان بالفرن. هي رح ترجع تقعد بالفرن فتره منيحه. هلا بالنسبه للجوانح تمام. اوكي هلا بالنسبه للجوانح نحن هاي بس لانه بدك تخلطيهم. بدي اخلطهم بالمعلقه، بديش اوسخ ايدي. هيك هيك انا بدي استعملها يعني، بس انه خلطناهم. طبعا بنحط لهم شويه ملح وشويه فلفل، شويه ملح هون. طبعا الملح هون بخلي البندوره تنزل ميتها فبنحطها شوي متاخر. وهي فلفل اسود زاكي بيطلع، بنحط فلفل اسود هون. تمام. اوكي بنحركهم كمان مره، خليهم يختلطوا مع بعض وياخذوا راحتهم شوي عبل ما يستوي. هلا بدي اياكي بس تبعدي لانه اظن الزيت كثير سخن. هلا بدك اول شيء تقليهم جوانح. بدنا نقليهم. بدها قلي صغيره. طبعا عشان بالفرن بس تحمير، بالفرن بس تحمير يشرب طعم. هدول الجوانح على مسؤوليتي لكن كثير. هاي انا عم احط كزبره. اوكي يعني هاي الطريقه الصح، هاي الطريقة اللي بتطلع بتشهي يعني. هلا بس
بدي احط عليهم نتفه طحين عشان يعطوني لون حلو وقرشه زاكيه. نتفه طحين وهلا بس اقلبهم على الشقه الثانيه برجع بحطه. بترجع تحط طبعا عشان يكون في على الشقتين. مين كمان تشوف مين معانا تعليقات؟ في معانا الحجه ام فارس السويس. صباح الخير يا حجه، احلى مذيعه واحلى شيف، يعطيكم العافيه من اربد. وسوسن السيد اكيد ما بيحلى الصباح الا نسمع منها. سوسن صباح الخير، منورين وسلامي للجميع. هلا حبيبتي بدي اخذ شوي من الصوص واحط اكل وحده. تمام اوكي. في شيء على الوجه رح يجي ولا هيك رح يجي؟ بس رح يجي، بس بدي احط عصره ليمون وشويه شو اسمه كزبره او بقدونس، هم ايش بيحبوا، انا حاطه كزبره. اوكي بدنا نحاول نطلع من الصوص. احلى شكلها والله الفخاره. لذيذه. اذا بتقدر تعمليها على فخاره كبيره حلوة. عصاجيه حتى بصحن ازاز. حبيت شكلها حلو، بصير هيك وبصير هيك. تمام، تخيلي هاي لما تطلع هلا هيك مع خبز شراك مع خبز كذا، يا عيني خبز عربي يا غميس. رجعتي ايش حطيتي؟ بس نتفت ليمون ونتفت طحين. هلا الطحين بقرقش، هلا تشوفي مسكاه. شوفوا قرقش مع هذا. لا في خدعه بالموضوع. لا ليمونه بتعمل لكم حركات سحريه بالاخر. صح، هلا بدي ادخله على الفرن. شو حرارته؟ حرارته 180. وقد ايه بده يقعد؟ بيقعدوا جوا تقريبا ثلث ساعه لنص ساعه حسب فرن. اذا من ثلث ساعه لنص ساعه بفرن حرارته 180. هاي اكله فظيعه للعيله، للعزبيه، للصغار، للكبار، تمشي تمام للكل. يلا حطينا اياها بالفرن.